السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة المقهى الرياضي. بادئ ذي بدء صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نلتقي معكم اليوم في ركن جديد أدرجناه على برامج قناتنا، وهو ركن ثقافة كروية. نتكلم اليوم عن قوانين كرة القدم في بداية ظهورها. العديد منكم سيتفاجأ من بعض القوانين، كيف كانت كرة القدم وكيف أصبحت الكرة. لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد الفاصل. كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في العالم ظهرت منذ القدم، وقوانينها كانت تختلف تماما عن قوانينها الحاضرة. بعض القوانين والفصول سوف تستغربون منها، وبعضها ما يشبه قوانين اليوم مع بعض الاختلافات الطفيفة. لننطلق معا ونتعرف على هذه الفصول 13 والتي ظهرت في إنجلترا سنة 1863 حتى توحد كرة القدم وتجعلها مختلفة عن رياضة الركبي التي كانت منتشرة في ذلك الزمان. قبل أن نبدأ مع الفصول، أخي المشاهد إن لم تكن مشترك معنا فاشترك الآن في القناة وفعل الجرس حتى يأتيك جديد. الفصل الأول وهو قياسات الملعب. كما تعلمون حاليا قياسات الملعب هي عرضه بين 45 إلى 90 وطوله بين 90 إلى 120 مترا. سنة 1863 أول فصل لما وضع حددت مقاييس الملعب ب 180 مترا كاملة على 91.5 متر، أي كان الملعب كبير جدا مقارنة بقياسته في هذه الفترة. القانون الذي جاء في الفصل الثاني يشبه كثيرا قانون الذي يوجد حاليا، وهو عند بداية المباراة يجتمل قائدي الفريقين مع الحكم، يقوم الحكم برمي قطعة معدنية، كل واحد من القائدين يختار وجه لهذه القطعة، الفائز يختار جهة اللعب والخاسر تعطى له بداية المباراة أو ركلة بداية المباراة. الوقت الحاضر كما تعلمون أنه الفائز يتم اختيار إما جهة الملعب أو بداية المباراة. حالياً وكما تعلمون جميعاً تغيير المرمى يتم بين الشوطين. في أول قانون لكرة القدم تغيير المرمى يكون بعد تسجيل الهدف مباشرة، والفريق الذي استقبل الهدف هو من يقوم بتنفيذ ضربة البداية. القانون الغريب هو أنه في 1863 المرمى كان عبارة عن خشبتين عموديتين، المسافة بينهما هي 7.30 مترا، والارتفاع غير محدد، أي أن الكرة حتى تحتسب هدفا يكفي أن تكون بين الخشبتين ولا يهم الارتفاع، بينما حاليا الارتفاع تم تحديده كما تعلمون جميعا بمترين فاصلة 44 سنتيمتر. التماس يتم تنفيذه بطريقة عمودية، أي بتسعين درجة مئوية، تماما مثل ما يتم تنفيذ التماس في لعبة الرجبي حاليا. التسلل أو بالأحرى اللاعب خارج اللعب، يعني لم يكن هناك تسلل مثل ما هو الآن، وإنما كانوا يعتبرون آخر لاعب من الفريق لا يعتبر داخل اللعب، أي الفريق المهاجم، حتى ولو لم يكن آخر لاعب إذا ما أدخلنا لاعبي الفريق الخصم. إذا أخرج الفريق الخصم الكرة خارج خط المرمى وكانت خارج الخشبات، فإن الفريق يسدد رمية إعادة اللعب من خط المرمى.
أي ركلة حرة غير مباشرة. أما إذا أخرج الفريق الكرة خارج خط المرمى فإن الكرة تذهب إلى مخالفة مباشرة على بعد 14 مترا بحيث يقف لاعبي الفريق خلف خط مرماهم تماما مثل رياضة الركبي حاليا. حارس المرمى لم يكن متواجدا عندما وضعت أولى قوانين كرة القدم، بل كان آخر لاعب أو أقرب لاعب للكرة يمكنه مسك الكرة، لكن بشرط لا يحق له المشي بها ولا يحق له تمريرها بيده، بل يضعها مباشرة على الأرض ويقوم بتمريرها أو الانطلاق بها مرة أخرى. أما فيما يخص القوانين التي لم تتغير إلى يومنا هذا فهي التقاط الكرة باليد ممنوع، تمريرها باليد ممنوع، المخالفات وهي المرور بالقوة، الدفع باليدين، العرقلة والمسك من القميص كلها ممنوعة، كما يمنع اللاعب من وضع قطع معدنية أو مسامير على حذائه. إذن كانت هذه هي قوانين وفصول أول قانون وضع في كرة القدم سنة 1836. أحبتي أتمنى أن نكون قد أفدناكم بالقليل من المعلومات. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.